ما الفرق بين الماء الطاهر والطهور؟ الطاهر عندهم من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، إنما هو طاهر هو في نفسه لكن لا يطهر غيره. لكن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور أو نجس، أنه إما طهور يطهر غيره وإما نجس، هذا هو الصحيح في التقسيم.